السلام عليكم. هنتكلم على الريجور مورتس اللي هو التعبس الرمح، ودي بتحصل بعد موت الحيوان، فبيتم فيها ان الجلايكوجين الموجود في الحيوان بيتحول الى لاكتيك اسيد. كل ما كان كمية الجلايكوجين كتير، فكمية اللاكتيك أسيد اللي بتتكون في الآخر بتبقى كتيرة، ودي اللي بتأثر على الشيلف لايف. فكل ما كان الحيوان سليم وصحي وحالته الصحية كويسة، فبيكون كمية الجلايكوجين كتيرة، وبالتالي كمية اللاكتيك أسيد بتكون كتيرة، وبالتالي الشيلف لايف بتاعة اللحمة ده بعد الذبيح بتكون طويلة وجيدة. اللاكتيك أسيد ده هو اللي بيأثر على الكونكتيف تيشو اللي هو الكولاجين. لا، لو جينا ناكل اللحمة بعد الذبيح مباشرة هنلاقيها طف وبتشد عاملة زي الكاوتش كده، إنما لو جينا أكلناها بعد 24 ساعة اللي هو بعد حدوث الريجور مورتس، فهنبص نلاقي اللحمة دي تبقى جامي وتقطع معاك بسهولة، وده بيكون نتيجة لتأثير الريجور مورتس وتكوين حمض اللاكتيك. الريجور مورتس دي بتتأثر بعدة عوامل زي الحالة الصحية بتاعة الحيوان قبل الذبيح. كل ما كان الحيوان سليم أكتر وحالته الصحية جيدة، فالجلايكوجين بيبقى كتير، وبالتالي اللاكتيك أسيد بيبقى كتير، وبالتالي الشيلف لايف بتاعة اللحمة بتبقى جيدة. لو الحيوان كان ايماسيتد أو اكزوستد أو اتعرض للستريس، فكمية الجلايكوجين المتكونة في الحيوان بتبقى قليلة، وبالتالي كمية اللاكتيك أسيد المتكونة هتبقى قليلة، وبالتالي الشيلف لايف بتاعة اللحمة هتبقى سيئة. ممكن بيأثر عليها السراوندينج تمبريتشر أو ستوريج تمبريتشر اللي هو الذبيحة ديت محطوطة فين. لو في الروم تمبريتشر دي الريجور مورتس بيخلي الريجور مورتس تحصل بسرعة، إنما لو في حالة التشيلينج فدي بيخليها تحدث ببطء وتاخد فترة طويلة في حدوث، فدي بتبقى الشيلف لايف بتاعت اللحمة كويسة. فأما بتحصل ريجور مورتس البي اتش بتاعت الحيوان مثلا أثناء الذبيح بتبقى حوالي 7 اللي هو نيوترال، يعني بعد حدوث الريجور مورتس بتبقى حوالي بتتراوح من 5 إلى 5.5 بي اتش، بتبقى يعني اسيدك. عند البي اتش ده مفيش ولا ميكروب يستطيع النمو، بتقعد فترة الميكروبات مش قادرة تنمو، بيحصل في اللحمة اللي هو السيلف اوتوليسيس، فبيطلع مركبات نتيجة لتكسير اللحوم بالسيلف اوتوليسيس، فبتكون المركبات دي قلوية بترفع البي اتش إلى درجة عندها درجة بي اتش عندها الفطريات بتقدر تنمو. فالفطريات بتنمو بتطلع ميتابولايتس بتكون الكالين، بترفع البي اتش لدرجة اللي هي عندها تسمح بنمو البكتيريا، ومجرد ما البكتيريا أخذت في النمو فبيحصل فساد سريع للحوم. فإحنا يجب قبل الذبيح إن إحنا نختار الحيوانات تكون حالة صحية جيدة وخالية من الأمراض وواخدة قسط كافي من الراحة، وشكراً.